بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. وصفتنا لليوم إن شاء الله هي تنكيه أو تنسيم زيت الزيتون، مناسب جدا للمملحات خاصة في شهر رمضان. إذا مقادير الوصفة كالتالي: لدي هنا كمية من زيت الزيتون، لدي هنا الزعتر، الزعتر العادي أوراق كما ترون، أوراق صغيرة مجفف طبعا، ولدي هنا فصوص من الثوم، ولدي هنا الفلفل الأحمر المجفف ضروري يكون يابس، ولدي ورقتين صغيرتين من الرند هذا أو ورق الغار. هنا المنسمات على حسب الذوق. من لديها الفلفل الأسود على شكل حبيبات يعني قبل الطحن يمكنها كذلك استعماله. وصفة جد سهلة. بسم الله، نأخذ كمية من الزيت أول شيء. إذا سأخذ الثوم كما ترون وأحاول أن أعمل فتحات به هكذا. هنا الثوم لا يزال بالقشرة ولكن النوعية الطازجة، لا يزال جديد هكذا. أحاول عمل فتحات به بهذا الأسلوب وأضعه داخلا. أضع ورقة الرند هنا، الفلفل كذلك أحاول فتحه قليلا فقط لأنه حار جدا. هنا يغسل الفلفل وينشف جيدا. أحاول إزالة هكذا فتحات صغيرة. وأحاول كذلك وضع الزعتر، أضغط عليه قليلا حتى تنزل للأسفل. هكذا، هذه هي وصفتنا لليوم كما ترون. هذا هو الزيت المنسم هكذا، يترك حوالي أسبوع قبل الاستعمال وبعدها يمكن استعماله عادي جدا. هنا بعد نفاذ الكمية من الزيت يمكنكم ترك توابل بالداخل وإضافة الزيت فقط والاستمرار في استعماله عادي جدا. إذا هذه هي وصفتي لليوم، أتمنى أن تنال إعجابكم. وإذا كنت أول مرة تشاهد القناة أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.